علي بن أبي طالب صلوات أصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أخي الوحي أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله يا سامعين لمدحه صلوا عليه وآله. يا في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشرية والهاشميان صبطا لها ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر إني بحبهم وأرجو النجاة غدا والفوز في زمرة من أفضل الزمر. مطهرون مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. والله لما بدا خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاء سادتي تم الهنا واستبشر الأمجاد تم الهنا واستبشر الأمجاد وحقا تتخذ الأعياد فقائم الآل ومن قد شادوا رفع الهدى كان له ميلاد. الله
بورك مولود بخير ليلة كليلة القدر بكل خصلة إن أنزل الذكر بتلك الليلة فمن غداه يحصل الإرشاد أفضل الصلاة علي بن أبي طالب صلوات رب أصلي وسلم عليه صلوات. يحتفل العالم الإسلامي بذكرى ولادة سيدنا ومولانا وولي نعمتنا منقذ البشرية الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله له الفرج، والذي كان مولده الشريف في 15 من شهر شعبان المعظم. وبهذه الولادة السعيدة والذكرى المباركة نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله، كما نبارك لأمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وللحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين، سيما لبقية الله في الأراضين، صاحب الذكرى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله له الفرج، كما نبارك لمراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام وللأمة الإسلامية وإليكم أيها المؤمنون والمؤمنات سائلين من المولى العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من المنتظرين لأمرهم وممن يحظوا بألطافهم وعناياتهم ورعايتهم، سيما في هذه الليلة الشريفة المباركة وهذا الشهر المبارك. نسأل من الله العلي القدير أن نكون من المشمولين بألطاف ولي الله الأعظم ومن المعنيين في دعائه، كما نسأل من المولى العلي القدير أن يجعلنا ممن يوفق لأداء حقوقه وممن يحظى برضاه ورضا آبائه وأجداده الطيبين الطاهرين، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. حينما يحتفل العالم الإسلامي بهكذا ذكرى ويكون الإعداد لها قبل حلولها، فهذا يعني أن لهذه الذكرى العطرة خصوصية، ولهذه الولادة المباركة أثر في نفوس جميع البشرية، وإن كان هناك من أراد أن يقتصر في حديثه عن إمام الزمان أو يجعل مكانة ومنزلة الإمام عجل الله له الفرج خاصة بفئة دون أخرى، بينما الذي نعتقده على أن الإمام هو منقذ البشرية وخيره وبركته يفيضها الله عز وجل على جميع الناس ولا يستثنى من ذلك أحد، نعم للذين لهم هذه العلاقة وهذا الارتباط بإمام الزمان لهم خصوصية. فحينما نريد أن نتحدث عن هذه الذكرى، أولا عن ليلة النصف من شهر شعبان، هناك ليالي الله عز وجل
جعل لها خصوصية من بين الليالي، بحيث أئمة الهدى عليهم السلام يعملون على الإعداد لها ويتهيئون لاستقبالها، كما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأنه من بين الليالي التي لها خصوصية فيعمل على أن يجعل لها هذه القدسية والمكانة هي ليلة النصف من شهر شعبان المعظم. هذه الليلة الشريفة ماذا تعني؟ ليلة النصف من شهر شعبان ليلة الانقطاع إلى الله، ليلة الارتباط بالله، ولكن من خلال من؟ من خلال إمام الزمان، كما عبر عن ذلك مولانا الإمام الباقر عليه السلام: إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا أهل البيت هذه الليلة، وهي ليلة النصف من شهر شعبان المعظم، بإزاء ما جعله لنبيه محمد في ليلة القدر الشريفة، بل وهذه الليلة تضاهي ليلة القدر في الشرف والمنزلة. ولهذا اقتبس المقدس الحجة آية الله الشيخ علي الجشي رضوان الله عليه هذا المعنى من هذه الروايات الشريفة، فقال: بورك مولود بخير ليلة كليلة القدر بكل خصلة، إن أنزل الذكر بتلك الليلة فمن هداه يحصل الإرشاد لذكره الشرف والصلوات. صلي وسلم بمعنى أنه لا يمكن لأي إنسان أن يحقق الارتباط بالله من خلال ارتباطه برسول الله وبما جاء به من عند الحق وهو الحق والتمسك بالقرآن إلا من خلال من هو شريك القرآن، بل ومن هو القرآن الناطق وهو إمامنا وولي نعمتنا عجل الله له الفرج، الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده تحفظ الأرض ومن عليها. فالله عز وجل جعل هذه الليلة لأهل البيت في إزاء ما جعله لنبيه صلى الله عليه وآله في ليلة القدر، بل وهناك من حينما يريد أن يتهيأ ويستعد لليلة القدر إنما يكون استعداده لليلة القدر من ليلة النصف من شهر شعبان، فيعمل على إحيائها بما ينبغي أن يكون الإحياء، فتكون ليلة النصف من شهر شعبان ليلة العبادة وليلة التوجه إلى الله، كما أن ليلة القدر كما هو تعبير الآيات الشريفة سلام هي حتى مطلع الفجر، بل مو بس الشكل، بل ويوم القدر كليلة القدر. يعني إذا أكو هناك ناس عندهم اهتمام بليلة القدر فقط لمدة ساعات، ولهذا يشوف هذا العمل اللي رايح يسويه بعد زايد حينما يأتي ببعض الأعمال وبعض المستحبات. الله عز وجل يقول احنا خلينا هذه الخيرات والبركات مو بس في ليلة القدر وفي يوم القدر أيضا، فيوم القدر كليلة القدر في الشرف والمنزلة. أيضا هذه الليلة الشريفة وهي ليلة النصف من شهر شعبان المعظم، ليلة من المفترض أن يتهيأ الإنسان المؤمن للحصول على هذه الفيوضات في هذه الليلة. لهذا هناك مجموعة من المستحبات ومنها الغسل
ومنها مجموعة من الأدعية والصلوات، كالصلوات التي يأتي بها الإنسان المؤمن في كل يوم من شهر شعبان، الصلوات الشعبانية الواردة عن إمامنا وسيدنا الإمام زين العابدين عليه السلام. وأيضا من الأعمال زيارة الحسين عليه السلام، فمن أحب أن يصافحه 124 أو 20 نبي فليزر الحسين في ليلة النصف من شهر شعبان. ليش كل هذا؟ لعل واحدة من الإشارات أن هؤلاء الأنبياء عملوا على أن يوصلوا البشرية إلى تحقيق الهدف في العلاقة مع الله، ونتيجة هذا العمل الذي كان من الأنبياء يتحقق بوجود المهدي من آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فهؤلاء الأنبياء أرادوا لهذه البشرية الخير والصلاح، ويتحقق هذا الأمر بظهور الإمام المهدي، فهو حلم الأنبياء عجل الله له الفرج. هذا أولا. ثانيا، ليلة النصف من شهر شعبان ليلة الفرح، صحيح مطلوب من الناس أن يظهروا الفرح في ليلة ولادة الزمان إمام الزمان، إذا ما فرحنا الليلة متى نفرح؟ إذا ما لبسنا الجديد وأظهرنا الزينة في ليلة ولادة إمام زماننا وولي نعمتنا فمتى يكون ذلك؟ هذا مظهر من مظاهر المودة لأهل البيت، كما جاء في الروايات الشريفة: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بنور ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. فمظهر من مظاهر المودة لأهل البيت هو إظهار الفرح في ليلة أفراح أهل البيت، في أفراحهم، إظهار الحزن في أحزانهم. وهذه الليلة هي ليلة الفرح، حيث أن جميع العوالم تحتفل بذكرى ولادة إمام الزمان. ولكن حينما نفرح ماذا يعني هذا الفرح؟ شنو إلى من أثر في نفوس الناس؟ أنت لما تشوف هؤلاء الأولاد يجوبون الشوارع في هذه الليلة وهم يحتفلون بولادة إمام الزمان، فتلحظ الفرح والبسمة وقد بدت على محيا هؤلاء الأحبة. ماذا يعني؟ وإذا هؤلاء منذ أن كانوا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهم يتطلعون إلى أن يعيشوا الأمل، ولادة الإمام المهدي توجد حالة من التفاؤل والأمل في نفوس الناس. الله عز وجل لا يريد من البشرية أن تعيش اليأس ولا تعيش القنوط، بل يعيشون الأمل والتفاؤل، لأن هناك الرحمة التي أفاضها الله على البشرية، وأي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ وهي ولادة الإمام المهدي من آل محمد. اللهم صل وسلم. هذا الوجود المبارك الذي يوجد الأمل في نفوس كل الناس، ولهذا حينما نعيش الفرح لا بد وأن نعيش الفرح بما يليق بصاحب هذه الليلة، وبما يليق بشأنه، وبما يليق بقدسيته، وبما يليق بمقامه ومكانته، بحيث إذا أظهرنا الفرح يرى على محيا هذا وذاك أنه يعيش حالة الشوق إلى إمام زمانه. فلا بد وأن نعلم أنفسنا ونربي أولادنا وبناتنا على أن كيف يرتبطون بإمام زمانهم، سيما في هذه الليلة الشريفة،
أقول تعال أنت ولدي وأنت بنتي اللي رايحين تروحوا وتظهرون الفرح والسرور في هذه الليلة، فهذه ليلة إمام الزمان الإمام المهدي من آل محمد عجل الله له الفرج. فلنتعرف عليه ولنكن على صلة وارتباط به كما جاء في الزيارة الشريفة: السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، يعني مو بس في لحظة من لحظات حياتك بل في كل لحظة من لحظات حياته ونحن نعيش الارتباط به. هذه الليلة فلنقرأ زيارة آل ياسين ولنتأمل فيها ولنقرأ هذه الزيارات الشريفة لإمام زماننا لنتأمل ونحن نقرأ: السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تركع، السلام عليك حين تسجد، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب. هذه الكلمات إذا مرينا عليها نوقف عدها لنتعرف كيف أن هذا الوجود المبارك رحمة للأرض ومن عليها. إذن فولادة الإمام تبعث في نفوس الناس الأمل وتجعلهم يعيشون التفاؤل. الأمر الثالث أننا حينما نعيش هذه الفرحة أيضا من الواجب علينا أن نلتفت إلى أن هناك حقوق يجب أن نؤديها لإمام زماننا. لهذا تلحظ في الأدعية الشريفة دائما تؤكد على هذا: وامنن علينا برضاه. تقرأ في فقرة أخرى: اللهم وأعنا. ترى الحمل ثقيل لكن إذا توكل الإنسان على الله أعانه الله في أن يحمل هذه الرسالة ويكون أيضا لديه القدرة على حمل هذه المسؤولية. اللهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضا. وامنن علينا برضا، أعنا على تأدية حقوق. شلون انت لاحظ الآن لما يجي واحد يوم من الأيام ويعمل على أن يقدم لك ولو شيء بسيط، قدم لك مساعدة، يوم من الأيام مريت بظرف صعب، شفت هناك من تستند عليه ومن يقف إلى جانبك، يوم من الأيام شفت وإذا واحد من الأحبة دعاك إلى أن تكون في ضيافته، يوم من الأيام وإذا واحد من الأحبة قدم لك خدمة من الخدمات، تقول هذا شلون أنا كافئة؟ شلون أنا أقدر أعمل على مكافأة هذا الشخص؟ مكافأة لازم أفكر أن هذه المكافأة تليق بهذا العمل الذي قدمه هذا الشخص من جهة، وقبل ذلك بما يليق بشأن ومكانة هذا الإنسان. عالم مثلا يوم من الأيام علمني مسألة شرعية، معلم تعلمت منه بعض الأمور، أظل ويا هذا الإنسان وأحمل هذا الجميل، وأنا أقول ودي والله يوم من الأيام أن أؤدي حق هذا العمل الذي قام به هذا العالم وأداه هذا العالم. فكيف إذا كان هذا الإنسان هو إمام الزمان الذي وإذا أفاض على هؤلاء الناس بكل ما يحتاجون إليه؟ أصل وجود البشرية إنما كانت ببركتهم. هذه الخيرات وهذه النعم التي ننعم بها كلها إنما كانت ببركة وجوده المبارك وبيمنه رزق الورى. فأنا أجي أقول شلون فعلا أقدر أكافئ الإمام؟
شلون أجازي الإمام؟ شلون أقدر أن أشكر الإمام وأؤدي ما له من حق؟ الإمام عليه السلام يقول أنا ما أريد من عندك شيء، بس أريد شيء واحد، أنه أنت أيها المؤمن وأيتها المؤمنة إذا أردتم أن تؤدوا ما لي من حق فعليكم أن تعملوا وفق ما أريد القيام به. وما الذي يريد؟ وما الذي يريده الإمام؟ يريد إصلاح البشرية. فهذا اللي عنده أب مسافر، الإمام المعصوم أب لهذه الأمة، الإمام المعصوم وإذا هو الأب الحريص على إسعاد أبنائه. فإذا كان هذا الأب مسافر يريد يرجع من السفر ويشوف هؤلاء الأولاد مثل ما تركهم، لا زالوا على ما هم عليه. ولهذا نحن في أدعيتنا ماذا نقول للإمام؟ اللهم وإني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيام حياتي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. يعني ما رايح يمر يوم من الأيام تشغلني الدنيا وما فيها عن إمام الزمان، ما رايح يكون هناك شيء يجعلني أعيش البعد عن إمام زماني، بل في كل يوم وأنا أعمل على أن أتقرب إليه، أن أتقرب إليه. كما أنه عليه السلام كان ولا زال يفيض ما يفيضه على هؤلاء الناس، ولهذا يقول إنا غير مهملين لأمركم ها ولا ناسين لرعايتكم. ترى أنتم تعيشوا تحت رعايتنا ونحن نفيض عليكم. ولهذا ليلة الولادة الشريفة كيف يجب أن تكون؟ يدخل واحد على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ويسأله، يقول له مولاي ولد القائم في زمن الإمام الصادق؟ قال بعد لم يولد. ثم التفت إليه عليه السلام، ثم التفت الإمام إلى السائل وقال عليه السلام لو أدركته في أيام حياته لخدمته، أنا لو عشت هذه الأيام لكنت في خدمته. يعني الإمام الصادق يقول أيها الناس كونوا دائما في خدمة إمام زمانكم، كونوا دائما طوع أمره، كونوا دائما مقبلين عليه، كونوا دائما على صلة به، لا تمر علينا لحظة ونحن نعيش البعد عنه. وإن شاء الله نكون كذلك. ونحن في هذه الليلة ما كان هذا الاحتفال وهذه الفرحة وهذه المظاهر إلا لنقول سيدنا مولانا يا صاحب العصر والزمان إننا على العهد باقون، وإن شاء الله من المنتظرين لأمركم والمرتقبين لطلعتكم. اللهم وأرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بي محجته، وانفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد، هذا من طيب رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد
وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي مدحه أقول: أفلح من يا مستمعين النظام صلوا على أبدي تبارك الأهنى لأحبة أبدي تبارك الهنى لأحبة بولادة المهدي سلطان الزمان. تتأهب الدنيا لأبهى طلعة لسليل طه المصطفى والمؤتمن. ذاك الذي بظهوره وقيامه سيبيد ألوية الضلال مع الفتن، وينيل أمة أحمد من بعد ما عانت من الجور المخيم والمحن. رغدا تطيب به النفوس فلا ترى ظلما ولا ضيما يورثها الحزان. مولاي أتخشى وأنت الغوث والعدل والأمان، وترتقب الأيام يا صاحب الزمان. هذه الليلة ليلة الاستغاثة بإمام زماننا، ولهذا حينما ندعو بدعاء الفرج فلتتوحد أصواتنا وصيحاتنا وصرخاتنا إلى إمام زماننا: يا صاحب الزمان، في كل لحظة نعيشها هذه الليلة بالخصوص، ملكت على الأرواح كل جهاتها لأنك رمز الجود في نشآتها، فصامت عن الأذكار في صلواتها، ونادت مع العشاق يا صاحب الزمان. لئن غبت عن أبصارنا لعيوبنا، فما غبت عن أرواحنا وقلوبنا، رجوناك في العقبى لمحو ذنوبنا، وما خاب من يرجوك يا صاحب الزمان. كتبنا اسمك الغالي على كلماتنا، فذابت حروف الوجد في لهواتنا، سنبقى
سنبقى إلى لقياك مولاي، سنبقى إلى لقياك عند مماتنا، نردد مشتاقين يا صاحب الزمان. عصينا وخالفنا وظل صوابنا، وناب أعباء الذنوب كتابنا، وضاق رقيبنا وذلت رقابنا، حياء وأنت الغاث يا صاحب الزمان. الغاوث والأمان يا صاحب الزمان، الغاوث والأمان يا صاحب الزمان، الغاوث والأمان يا صاحب الزمان. أنا دائما أحب أجيب هذه الكلمات يما في هذه الليلة، لأنها تذكرنا بذلك المحفل في حضرة أبي عبد الله الحسين. في هالليلة الشريفة يجتمع الأحبة تحت قبة الحسين، وتحت قبة الحسين محل استجابة الدعاء، ونحن الآن جئنا نتوسل ونستغيث بإمام زماننا، ولترتفع أصواتنا لتصل إلى تلك الرحاب الطاهرة. الغاوث والأمان يا صاحب الزمان، الغاوث والأمان يا صاحب الزمان. لا، الصوت لازم يصير أعلى من هالشكل. الليلة ليلة الفرح وليلة الاستغاثة، والليل إن شاء الله يسمعنا إمام زماننا ويؤمن على دعائنا. الغاوث والأمان، الغاوث والأمان يا صاح يا ليلة الميلاد، يا ليلة الفخر قسماً بآي القاد، ما ليلة القدر إن كان قد شرفت بتنزل الذكر، فتنزل المهدي أسماء من القرآن. ألغاو الغاوث والأمان، إن كان مفخرها بتنزل الأملاك، فبك تجلى الله في منتهى الأولاك، وفاك من دارت بيمينه الأفلاك، ولسان غالبك يا صاحب الزمان، ولسان غالبك إيه بعد أعلى أعلى، ولسان غالبك يا الغاوث والأمان، الغاوث والأمان يا صاحب. إن شرفت قدران بتنزل الأمر، فالله قلدك بقلادة الفخر، ما الأمر شرفك بل صاحب الأمر. يا صاحبي قل لي هل يستوي الفضلان، الغاوث
الغوث والأمان. وإذا بها التقدير من لوحه صدرا، فالقائم المهدي يمضي بك القدر. إن قال كن فورا يجري الذي أمر، فالكل طوع يداك يا صاحب، فالكل طوع يداك يا صاحب الزمان. الغوث الغوث والأمان. إن كانت الأرزاق في القدر قد كتبت، فبك تولد من لولاه ما نزلت. فهو الذي كفاه بالفيض قد هطلت، وبقبضها يفنى كل الذي قد كان. الغوث وال يا سيدي قسمان، هذه لازم نرفع ايادينا ونقول لسيدنا ترى احنا لازلنا على هذا العهد. يا سيدي قسمان إنا على العهد، يا سيدي قسمان إنا على العهد، من يوم مولدنا نفديك للأحد، من يوم مولدنا نفديك للأحد، وشعارنا دوما لب وشعارنا دوما لب وشعارنا دوما لب خذها كأنفسنا يا صاحب الزمان. الغاو الغاوث والأمان. يا عشق فاطمة يا أروع العشق، رحماك أدركنا ذبنا من الشوق، فأشر ستلقانا نأتيك كالبرق، وشعارنا لبيك يا وشعارنا لبيك يا صاحب الزمان. الغوث وال الغوث والأمان. يا من بكفيه حاجاتنا تقضى، اقضي لنا الحاجة واشفي لنا المرضى، والأرض تستغيث يا صاحب، والأرض تستغيث يا صاحب الزمان. الغوث وال الغوث والأمان. حاضر حاضر بحبيبك قال واكتب قلت، حاضر حبيب المهدي بالشدات، حبيب المهدي بالشدات، حاضر قال وتحب غايب قلت، قال وتحب غايب قلت، حاضر
شمس خلف السحب ما غاب ضيا. مهدي مهدي أنا بهديك صرت مولاي، مهدي رضعت الولا وأمي تهز، مهدي أنا أفرح إذا قال انولد، مهدي من العترة الشريف الهاشمية، من العترة الشريف من العترة الشريف الهاشمية، من العترة الشريف ما غاب ما غاب، يضل بقلوب نشقد غاب ما غاب، وعقيدتنا بشخصه أبد ما غاب، بزمان الغاب كان يصير ما غاب، وفقر ما تشوف ولا خوف وأذية. وردنا وردنا خذنا للحفل بويا، وردنا وبشوف الفرح نرفع، وردنا انولد هاليوم المهدي، وردنا بجمال نورت هاي الوطية. مولاي وعد لك وعد لك طول العمر أحسب لك، وعد لك يمت الفرج يا الغايب، وعد لك أرجاس الكفر تمحي، وعد لك ترفع راية برض الغاضرية، وترفع راية برض وترفع راية برض الغاضرية، وترفع راية برض. مولاي خاتم خاتم زينة ومستحب تلبس إلك خاتم، وتصلي على النبي المبعوث خاتم، صحيفتنا بنصف شعبان خاتم، عليها ابن الحسن نور البرية، عليها ابن الحسن نور البرية، عليها هلت الأفراح والمحفل زغار، من بزغ بالكون نور المنتظر، هلت الأفراح والمحفل من بزغ بالكون نور المنتظر، هلت الأفراح والمحفل زغار، من بزغ بالكون نور المنتظر، هلت الأفراح والمحفل زغار، من بزغ بالكون نور جينا عالميعاد من جان النداء، هالوقت مولود مصباح الغدا، في نصف شعبان نحيي مولدا، والعطر من طيب ميلاد انتشار، هلت الأفراح والمحفل زغ من بزغ بالكون نور المنتظر، هلت الأفراح والمحفل من بزغ بالكون نور، ينعقد الليلة محافل بالهنا، ربنا وفقنا نحييها كل سنة، نعقد الليلة محافل بالهنا،
ربنا وفقنا نحييها كل سنة، كل من الحفلة قصد لا وعتنا، تلوح بسماته وبالحجة بتشار، هلت الأفراح والمحفل من بزغ بالكون نور يحلت الأفراح والمحفل زغار من بزاق بالكون نعقد الليلة محفل، نعقد الليلة محافل بالهنا، كل من الحفلة قصد لا واعتنى، تلوح بسماته وبالحجة بتشار، علقوا الزينة لجل خير الورى، تضوي لمبات المنازل مزهرة، ليلة الميلاد ليلة معطرة بالإمام المهدي الثاني عشر، هلت الأفراح والمحن من بزاق بالكون نور ليلة بالميلاد زاد بها الشرف، بالعبادة مفضلة وبها انعرف، من إجا نهر الإمامة واغترف، معرفة بصاحبها سلطان البشر، هلت الأفراح والمحفل من بزاق بالكون نور نال، والله الغانمة عند الجليل يكتب الباري إلى الأجر الجزيل، وبشرف مولاي بن حامد دخيل ينشرح صدره ولا يشوف الكدار، هلت الأفرح والمحفل زغ من بزغ بالكون نور، يا إمام الكون يا شبل الحسن، للخلق مدخور يا راعي الزمان، بك نجاة الناس من كل الفتن، يا بن طه المصطفى وبيك الظفار، هلت الأفراح من بزاق بالكون نور يا إمام الكون يا شبل الحسن، للخلق مدخور يا راعي الزمان، بك نجاة الناس من كل الفتن، يا بن طه المصطفى وبك الظفار، هلفل هلت الأفراح والمحفل من بزاق بالكون نور، يا إلهي الكون عجل طلعته، تنتظر ملقاه ظلت شيعته، وبظهوره تصير كلها بنصرته، كل قلب مكسور بالمهدي جبار، هلت الأف من بزاق بالكون نور، نسأل المعبود بالحجة الإمام، والذي مدخور لسعاد الأنام، بالعدالة بدولتي عم السلام، صوت نسمع قال مهديكم ظهار، هلت الأفراح من بزاق بالكون نور، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم يا كريم، وصل عليهم أجمعين، وعجل لوليك الفرج يا رب العالمين، ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينير الكائنات
بنور سيدنا ومولانا وولي نعمتنا الحجة ابن الحسن المهدي ابن رسول حملت به مولاتنا السيدة الجليلة نرجس عليها السلام. ولما أن كانت الليلة المباركة وهي ليلة النصف من شهر شعبان المعظم تقول مولاتنا حكيمة أرسل إلي سيدي ومولاي الإمام المولى أبي محمد الحسن الزكي العسكري عليه السلام ابن رسول وقال لي يا عم اجعلي إفطارك عندنا هذه الليلة فإنه سيولد حجة الله على الخلق. فقلت له ممن الخلف؟ فقال لي من نرجس. تقول فصرت أنظر إلى الجواري فلم أر جاري عليها أثر الحامل. وبقيت عندها تلك الليلة إلى أن جلست من نومها فزعا. فقلت لها اسم الله عليك. فناداني أبو محمد يا عمه اقرئي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر. فصرت أقرأ عليها والجنين الذي في بطنها يقرأ كما أقرأ إلى أن طلع الفجر وإذا بها قد غيبت عني وضرب بيني وبينها حجاب. فجئت إلى أبي محمد وأخبرته بالخبر فقال لا عليك يا عم ارجعي وستجدينها في مكانها. فرجعت إليها وإذا بالحجاب الذي بيني وبينها قد ارتفع وعليها من النور ما غشى بصري. ففتحت بصري ونظرت وإذا أنا بالحجة المهدي أصلي وسلم عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لحجة ابن الحسن صلوات وعلى آبائه في هذه وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. اجعلنا في هذه الليلة الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. بارك لنا في شعبان وبلغنا شهر الصيام في خير وعافية. إلى أموات المؤسسين والحاضرين ولمن مات على الإيمان بلغ اللهم الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات أفضل الصلوات.